اخذت بس بعض الارقام وحطيتها هون. في عندنا بليت. هلا البليت هاي للشوتينج رينج، يعني ناس بدهم يتدربوا في الشوتينج رينج، فبالشوتينج رينج بدي ارفع له انا بليت. البليت هاي بدي اطخ عليها او شيء، بعدين بدي ارد انزلها واحركها مثلا. حتى نعمل هيك احنا جبنا هاي البليت. هون البليت في عندي زي سلندر وركبنا عليه البليت من هون. اذا طلعت عليه بشكل جانبي راح تبين معي البليت بهذا الشكل، والبليت بعدين ملحوم الحام على هيك بهذا الشكل. فهذا هون راح يلف بهذا الشكل من هون، والبليت مركبه من هون. هاي البليت خليني اعطيكم الدايمنشنز اول شيء تبعتها، 600 ملم لونج. راح افترض هنا تقريبا لمركز لها، يعني راح اعمل الان الدايمنشنز هون. هاي 600 ملم يعني تقريبا ارتفاعها بهذا الشكل. عرض البليت هذه 30 ملم، هي صغيرة نسبيا، ما بعرف ليش انا عاملها صغيرة زي هيك. كان على اي حال يعني هذه المفروض يكون اكثر، الريشو هاي تكون انسب تكون 600 و300 30 ملم، بس على اي حال هذا الرقم اللي موجود هلا هون. وهذا الثيكنس اللي موجود هون 10 ملم، يعني سنتيمتر الثيكنس تبعت هاي البليت، معمولة من ستيل. ستيل 7800 الدنسيتي تبعته رو، لستيل 7800 كيلو جرام بير كيوبيك متر. وطبعا هذا هون الاكسس، هي هذا هون الاكسس تبع هاي البليت اللي عم بلف عليه. راح نركب ستيبر موتر عليه من هون بدون جيرنج اظن انا بستعمله. فهي اذا طلعنا على البليت هذه من هون، هذا اعتبرناه 600 ملم، هذا الثيكنس 10 والويث هون 30. هاي راح نهمل هلا في الوقت الحاضر، راح اهمل هذه من هون. هلا المطلوب بالسؤال، انا غيرت شوي الريكويرمنتس عن السؤال. مطلوب بالسؤال انه هذه الفها بكونستنت سبيد، فهذه البليت اللي موجوده هون راح نركب عليها ستيبر موتور على هذا الشاط، وهاي البليت هلا راح تصير تلف معي بكونستنت سبيد اوميجا او ار بي ام، راح احدد الار بي ام تبعته. فالمطلوب نختار ستيبر موتور يقدر يشغل هاي البليت ويلفها ات كونستنت سبيد، والسرعه اللي بدنا نلف عليها، خليني بس اطول السرعه، 600 RPM. فبدنا نحرك هذه البليت على سرعه مقدارها 600 RPM، بدها تضلها تلف باستمرار. زي ما حكيت هذا مختلف شوي عن الهدف الاصلي تبع الابلكيشن هذه، بس هذا بفرجينا كيف احد طرق السلكشن. هلا هون لاني افترضت انه مش مهم كثير الاكسلريشن، السايزنج تبعي ما راح يكون على ما راح يكون الاكسلريشن هو فاكتور فيه. لاحظوا هلا أسوأ نقطة بهاي النقطة من هون هي الجرافيتي، مظبوط؟ بدي ارفع هون اجينست الجرافيتي، فأعلى تورك راح يكون عندي بالمنطقة هذه لما يكون هون بهذا الاتجاه، راح تكون عندي هاي البليت في لها تورك بهذا الاتجاه من هون، وهذا التورك راح يكون الماس تبعت هذه البليت مضروب في السنتر اوف جرافيتي، راح يعطيني تورك هاي المسافة هذه اللي هي ال او دي. وطبعا بدي احسب الماس تبعت هاي اللي موجوده هون. هلا بدنا نفترض انه الافشنسي تبعت السيستم اوفر اول 97%، وطبعا راح اركب هون بيرنج وراح اركب بيرنج هون على الجهه الثانيه، راح اركب تو بيرنجز، وهذا بصير يلف باستمرار على 600 RPM. حطينا الدايمنشنز، حطينا الماده اللي موجوده منها. هلا راح اخذ كمان الدنسيتي للهواء، هلا بنشوف ليش بدنا الدنسيتي للهواء 1.2 كيلوغرامز بير كيوبيك متر دنسيتي للهواء. الاريا تبعت هلا عندنا الفورمولا تبعت الدراج. هلا كمان رح ناخذ بعين الاعتبار الهواء هو عاده رح يكون بهذا الاتجاه، لكن احنا بدنا نعتبر كمان أسوأ حاله ممكن يكون هو عماله بيطلع بهذا الاتجاه والهواء جاي لسبب معين بهذا الاتجاه. هلا انا عارف انه هاي الحاله ورست كيس، بس رح نفرض انها ممكن، ممكن الهواء نعم فيرتيكال. هلا راح تقول لي الهواء ما بيجي هيك، مزبوط صحيح انا معك، الهواء احتمال اكبر يكون بهذا الاتجاه، بس راح ناخذ كحاله أسوأ حاله، راح افترض الهواء جاي بهذا الاتجاه، ففي عندي دراج فورس راح تصير على هاي البليت، وبعدين في عندنا الجرافيتي. فأسوأ نقطه راح تكون عند هاي النقطه اذا كان هذا عماله بيرتفع البليت بهذا الشكل، وعند النقطه هاي في عندي دراج فورس اف دراج. هلا الدراج فورس لعندي بليت ماشي في داخل فلويد بتعتمد القانون تبعها هو هاف
سي دي. السي دي هو الكوفيشنت اوف دراج، هذا بيعتمد على شكل القطعه والطريقه اللي مصممه فيها وهل هي ستريم ولا مش ستريم. وصل حتى لها علاقه بالرينولد نمبر، رو رو للفلويد، مظبوط، للفلويد اللي احنا ماشيين فيه. يعني اذا كان هواء بالحاله هاي هواء طبعا، مش رو للستيل، ملهاش علاقه. الاريا هي الافكتيف اريا تبعت هذه البليت. وطبعا لاحظوا اذا كانت اذا كان الهواء واقف وقوب زي هيك عمودي راح تكون كل الاريا، بس لو الهواء مايل راح اضرب في ساين الزاويه. اذا هون راح يكون عندي، راح اعتبر انه A وبعدين مربع السرعه، مربع السرعه من هون اللي اعتبرتها انا V سكوير. اوكي، هذا بالنسبه للدراج فورس، راح اعتبرها ناخذ هذه الدراج فورس بهذا الشكل. عندي رو للهواء اللي هي راح تكون الاريا، الاريا معروفه واقعه عندي هون. V راح تسبب لنا مشكله، مظبوط. ليش في مشكلة؟ أن السرعة للنقطة هاي على البليت مختلفة عن السرعة هاي على البليت، مظبوط، مختلفة عن السرعة هذه هون على البليت. هلا رح نشوف كيف في حل مقترح، أحد حلول مقترحة لها. إذا عندنا هون هلا هيك تقريبا المعلومات جاهزة، عندي السرعة اللي بدي أتحرك فيها معروفة. أوكي، وبعدين أنا حاطط هون مجموعة كيرف في النهاية عشان نختار المحرك المناسب. والكيرف هذا زي ما انتم عارفين الكيرف راح يكون شكله كيف، شكل الكيرف راح يبدا على عند هولدنج تورك بعدين راح ينزل مع زياده السرعه. هلا المحركات، خلينا اول شيء نطلع التورك المطلوب. اذا بدي اطلع اول شيء الماس تبعت هاي، وراح اهمل الان السلندر، راح اخذ الماس تبعت البليت. قديش الفوليوم تبعت البليت؟ بتتساوي 0.03 او 0.6 في 0.03 في 0.01 هيعطتني الفوليوم، مظبوط، هذا الفوليوم تبع البليت كيوبيك متر. الماس تبعت البليت راح تساوي، هذول الارقامين بضربهم الان في بعض، بضربهم في الدنسيتي، بعطيني 1.404 كيلوغرامز. اوكي، ماشي، واضح لهي، بس حسبت الماس. هلا لو فرضنا، هلا مقبول ما دام هذا السكشن يونيفورم من هون، ممكن افترض انه التورك اللي بدي اتغلب عليه حتى ارفع هاي البليت عند هاي النقطة هو عبارة عن سنتر اوف جرافيتي، مظبوط؟ المسافة من السنتر اوف جرافيتي للمركز مضروبة في الويت. إذا الويت تبعت البليت شو بتساوي أول شيء؟ بتساوي ام في جي اللي هي 9.81 مضروبة في 1.404، بتطلع معنا الويت تبع هاي، أو أنا حاسب مباشرة التورك، فبصير عندي التورك اللي بدي اتغلب عليه عشان اقدر ارفع القطعه بيساوي نص ال، هذه كلها ال، قديش ال هون؟ 600، هي بتصير 0.3، فبتصير 0.3 مضروبه في هذا الويت اللي هو 9.81 1.404، فبعطيني التورك المطلوب هو 4.13. والله حد يتاكد من الرقم كمان عنده نيوتن متر. اوكي، ماشي، واضح، هذا جزء ستريت فورورد، سهل. ماذا؟ نعم؟ ستريت فورورد، مضبوط الرقم، ها؟ اوكي، النوتس انا حاطط فيها نيوتن، لازم تكون نيوتن متر، ها؟ هلا الجزء الثاني، هلا في عندنا طريقتين، في طريقة سهلة ممكن اعتبرها، هلا هون انا عندي مشكلتي لما بدي اجي احسب الدراج، لو حسبت الهواء كله نازل بهذا الاتجاه من هون، المشكلة عندي هذه في مرتفعة هون، نقطة هذه في مرتفعة، مضبوط، واضح الكل ليش في مرتفعة هون. اوميجا نفسها، اوميجا في ار، بس اوميجا في ار بتعطيني سرعات مختلفة عند النقاط هاي المختلفة. هلا ممكن احسبها بطريقتين، ممكن ابسط الامور واعتبر اخذ اسوأ في هون، اعلى في، واضربها كلها فيها، او ممكن نرجع للانتجريشن. هلا انا هون عامل انتجريشن، عامل دي تورك، فدي تورك، طيب خلينا ناخذ الانتجريشن. هلا راح افترض انه التورك راح اجزه لاجزاء، فكل واحدة من هذول راح اخذ لها سلايس منهم، اوكي؟ سلايس يعني راح اقسم هذه الاجزاء، هذه تبعد عن المركز، راح افترض انها تبعد عن المركز اكس، فراح يصير عندي هلا دي تي دراج فورس، يعني قسمت انا التورك لاجزاء، كل واحد من الدي تي هذا راح يساوي هي النص اللي موجود عندي، راح افترض انه الكوفيشنت سي دي 0.3، ليش اخذته 0.3؟ انا حطيته رقم من عندي. هلا لو بتروح على جماعه الفلويد ميكانكس والهاي بيقدر يعطيك بالضبط لهذا الشكل، يعطيك الرقم بالضبط المناسب للشكل هذا اللي موجود هون. فاخذت انا نص 0.3، رو لمين؟ للهواء اللي هي كانت عندي 1.2. لاحظوا الاختلاف، قديش الاختلاف الشديد بين الدنسيتي تبعت الهواء والدنسيتي تبعت المي، قديش الدنسيتي تبعت المي؟ 1000 في حين الهواء
1.2 كيلوغرام بير كيوبيك متر. بعدين عندي 1.2، بعدين الويت اللي عندي هلا هون المساحه، بدنا ناخذ هاي اللي هي الاريا. هلا الاريا لاحظوا هون الاريا راح تكون هذا الويت الصغير، هاي البليت مضروب فيه، دي اكس مضروب فيه دي اكس مضبوط في دبليو، نفترض هاي دبليو مضبوط، الكل واضح فاهم. هاي الاريا الصغيره هاي اللي موجوده هون، شايفين الاريا الصغيره انفينيتيسيمال لانه بدنا نعمل انتجريشن. فراح تكون عندي الاريا هون عباره عن دبليو في دي اكس مضبوط، مضروبه بسرعه هاي النقطه. راح احط هلا في V لهي النقطة، هون انا شو بدي احسبها؟ V سكوير. طيب في اكس هلا V شو بتساوي؟ اكس في اوميجا. اكس في اوميجا. في اوميجا، مضبوط. اوميجا احنا ما حسبناها لسه، هلا بدنا نحسبها. هلا المشكلة رح نلخبط احنا بين دبليو واوميجا، خلينا نحط هاي كابيتال دبليو. هاي حطها هون دبليو، حطها هون بس دبليو هلا V عندي بتساوي اوميجا في اكس، مضبوط؟ اوميجا ايش كانت عندي ار بي ام؟ بدنا نحول 600 ار بي ام، مضبوط؟ في 600 ار بي ام شو بتساوي؟ بتساوي 600 على 60 مش هيك؟ في 2 باي راديانز بير سكند، مضبوط؟ بتصير 10 في 2 باي بتصير 20 باي، 20 باي قديش بتطلع؟ 62.83 مش هيك؟ فبتصير عندي هلا دي تي دي بتساوي نص في 0.3 في 1.2 في دبليو اللي هي 0.03 في دي اكس في اكس تربيع، وبعدين هون عندي راح تكون جوا 62.83 تربيع، مضبوط؟ كل فاهم هاي من وين اجت؟ اكس عوضت محل في اكس في اوميجا، اكس تربيع في اوميجا تربيع، مضبوط هيك؟ هاي قديش هاي بتطلع؟ 21.31 21.32 مضبوط. هلا لاحظوا عندي اكس في دي، هلا اكس سكوير لما بكامل اكس سكوير شو بتصير؟ اكس كيوب على 3، وراح اكامل من وين لوين؟ من 0 ل 0.6 بيطلع معنا الجواب النهائي 6908 نيوتن. هلا المفروض ان هون دي هاي لازم تصير تي اوكي، كملنا يعني، خلينا اكتبها بشكل مرتب احسن من هيك، نمشي بالخطوات الصحيحه. هاي تساوي الان دي تي دي اللي هي بتصير القيمه اللي كانت موجوده هون اكس راح تتراوح من 0.6 تي دي دي، هاي بالنسبة لإكس، فبطلع معي هاي هلا بتساوي من هون اكس كيوب تاع 3 21.32 وهاي من 0.6 بتطلع تي دي بتساوي هذا الدراج فورس. بتطلع الدراج فورس أقل بكثير من أو أقل يعني إلى حد ما من تورك أوت أوف بالانس. إذا التوتال تورك تورك ريكوارد يساوي 0.6908 مضروب في مجموع له عفوا 4.13 بيطلع التورك الكلي 4.97 نيوتن متر. لكن انا في عندي افشنسي، ايش الافشنسي؟ 0.97، فبصير التورك من المحرك يساوي تي ريكوارد على 0.97 فبتطلع معي عفوا انا اسف انا هاي قسمتها مباشره من هون، هاي هي بتطلع 4.97. يلا حد يشوف هذا الرقم ايش بيطلع؟ 21 على 3 قديش بتطلع؟ بتطلع غلط، 1.3 الرقم غلط اللي هون؟ هاي قديش تطلع؟ تطلع 1.53 طيب في غلط هون في الرقم، طيب قديش تطلع؟ 1.53 نيوتن متر ايش الغلط اللي ضبطنا فيه من هون؟ في اكس انا ناسي اكس، شو الاكس اللي ناسينها؟ اكس دي اكس اكس
يمكن في غلط هون في النوتس. هاي صحيحه مش هيك 1.53 صحيحه. طيب بتصير عندي هذا الرقم الان 1.53 بلس 4.3 شو بتطلع؟ 5.64 مش هيك؟ 6.6. واذا هلا هاي بتصير عندي نقسم هاي على 0.97 5.8 4 هذا الرقم اللي بدناه. بس هذا ات وات سبيد؟ 600 RPM. بدها تكون 600 RPM. اذا الان بدنا محرك، بدنا ستيبر موتور يعطيني هذا التورك على هاي سبيد، او على الاقل يكون تحت الكيرف، تكون النقطه هاي تحت الكيرف.